يا جماعة بدي استأذن منكم، أنا آسف بس فعلا ما عاد فيني أتأخر. أنا أسفة قوي، مش عارفة أقول لك إيه، دي أول مرة يتأخر كده. ولا يهمك، الغايب حشته معه. خليك شوية، أكيد هو مش هيتأخر أكتر من كده. ما بقدر أضل أكتر من هيك، عن جد تأخرت. نادية سيب الأستاذ تايم على راحته. طيب بس يوصل حسام يا ريت تخليه يتصل فيني يطمني عنه. آه طبعا طبعا أكيد. يلا عن إذنكم. اتفضل. ويسلم لي على مايا قوي، يعني كان نفسي اشوفها والله واطمن عليها. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير، مع السلامه. هلكتني الجزمه، هلكتني، بقتش حاسه برجليا خالص. فرح بيلي، فرح علي. صدقيني انا ما كنتش عارف انك انت عامله كل ده. انا اصلا كنت ناسي يوم عيد ميلادي. طول اليوم مع ياسمين؟ ايوه، كانت في ظروف وحشه جدا، كانت ما بينها وما بين الموت شعراية. الحمد لله على سلامتها. لو موجوع اكتبي يا فرح، طلعي كل اللي جواكي على الورق. الوجع ده هو سر ابداعنا يا فرح، اكتبي اكتبي وما تعيطيش، خلي الدموع تبقى حبر على الورق يا فرح. اكتبي، اسمعي نصيحتي،
اكتبي يا فرح، اكتبي. استاذ جو. هاي استاذ حسام. حسام وانت هنا من امتى؟ من بدري على حسب ميعادنا. وفي ميعاد النهارده. تعال يا حسام اتفضل اتفضل اتفضل. عمادي اللي خطفنا هراء؟ كيف هراء؟ هلا بيعرف اختفى فجأة. طيب انتو مين خبركم؟ اجوا الشرطة على المزرعة وبلغونا. هو ليش فاق من الكوما لحتى يهرب؟ يعني هو فاق ووعي وعرف حاله انه رح يتحاكم بتهمة الخطف؟ لك اكيد وعي واكيد بيعرف. طيب مو المفروض انه هو بالمستشفى وفي على باب اوضته حراسة؟ اكيد ما هرب لوحده، في حدا ساعده، يا من جوا المستشفى يا من براته، وكان عم بينسق مع حدا جوا المستشفى. مين هالحدا؟ كانت منهارة وتعبانة جدا. بصراحة أنا خفت من رد فعلك. هي كمان كانت خايفة جدا وكانت مرعوبة يا جو. عشان كده أخدتها وقفلت تليفونك صح؟ اتصلت بيك يا حسام أكتر من مرة، وأنا عارف إنك لما بتكون قافل تليفونك بيجيلك رسايل مين اتصل بيك، وبرغم من كده ما رجعتش كلمتني. يا جو أنا كنت عاوز أمتص التوتر بتاعكم. انت ما شفتش حالتها كانت عامله ازاي؟ بقول لك كانت منهاره، كانت متدمره. تمتص التوتر. ورحتوا فين؟ هو ايه اللي رحنا فين؟ هنروح فين يعني؟ كنا قاعدين في العربيه او بنلف بيها لحد ما تهدى. في ايه يا جو؟ عمالين تلفوا بالعربيه طول الوقت. طول الوقت. ايه يا جو في ايه؟ بقول لك حالتها النفسيه كانت متدمره، كان لازم نبعد شويه لحد ما تهدى. على كل حال ما تشغلش نفسك بالليله دي، انا هلم الموضوع. انا بعت لك عشان حاجه تانية خالص. اوكي اتفضل. المعالجه اللي انت كتبتها للفيلم مالها؟ تعرف يا حسام طبعا ان الفيلم ده له ممول ورايه اساسي طبعا في المشروع، صاحب راس المال، ودايما اصحاب راس المال دول بيبقى ليهم وجهه نظر تجاريه بحته. بس انا ما بكتبش حاجه تجاريه يا جويا روماني، وانت عارف كده كويس. ما عشان كده الموضوع اترفض. نعم اترفض. للاسف اترفض. لا وليه للاسف؟ مش للاسف خالص على فكره، ده زي الفل، خير والله العظيم. على عيني والله احسن اخويا، كنت حابب جدا ان احنا نتعاون مع بعض. بس هنعمل ايه يا اخويا ومول؟ لو التعاون معاك يا جو هيبقى على حساب انسانيتي وكرامتي ومبادئي في الحياه، فصدقني ما يشرفنيش اني اتعامل معاك. هعديها لك عشان منفعل ومتعصب، وهعديها لك عشان عارف ان دي لقمه عيش بالنسبه لك وهتاثر معاك. يظهر يا جو يا روماني انت مش عارف مين اللي واقف قدامك. انا حسام سلامه ما تنساش. عارف وعارف كويس قوي. شغلي ده مزاج، مزاج وفن، مش لقمه عيش. اه كله عشان الفلوس برضه، ما هي لقمة عيش. ده المنطق بتاع جو روماني مش بتاع حسام سلامة. اضحك اضحك اضحك. سلام يا رهيب. اهلا يا استاذ حسام. بكرة الصبح تيجي تستلم مني مفتاح الشقة. خير يا استاذ حسام شوفي. من غير نقاش، سامعني يا ريان؟ تيجي تستلم مني الشقه يا اما تبعت لي صاحب البيت يجي يستلمها. فهمتني؟ عن اذنك.